جزاكم الله خيرا. ما هي الفرق مولانا التي شعبت من خلال أو من تحت عباءة الشيعة؟ جميل. الرافضة بإذن الله جل وعلا هذه تفرع منها ثلاثة، وهم أخطر ثلاثة على أرض الكوكب الأرضي، ويدعون الإسلام والإسلام منهم براء. الإثنى عشرية والإمامية والجعفرية، وهم أخطر ثلاثة على أرض الكوكب الأرضي، ويدعون الإسلام والإسلام منهم براء. الإثنى عشرية والإمامية والجعفرية، الإثنى عشرية والإمامية والجعفرية، الإثنى عشرية والإمامية والجعفرية، الإثنى عشرية والإمامية والجعفرية، الإثنى عشرية والإمامية والجعفرية. ولذلك النهارده الناس اللي بتقول لك اصل دول نافي قبل الرساله، طب وقبل الرساله كان النبي ايه؟ ولذلك النهارده الناس اللي بتقول لك اصل دول نافي قبل الرساله، طب وقبل الرساله كان النبي ايه؟ طب وقبل الرساله كان النبي ايه؟ صلى الله عليه وسلم، يعني قبل ان يبعث ويكون محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام، كان على اي مله عشان نتحدث بهذا الكلام الفارغ؟ انما انا افارق.